في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق لموضوع يعني الذي طفى يعني مؤخرا، يعني هو ظاهرة يعني النصب والاحتيال و يعني كثرة أو انتشار يعني الشعوذة بمجتمعنا. وإن قلنا المجتمع نقصد المجتمع المغربي. الناس يعني بزاف تتعرض للنصب والاحتيال، و لو الناس بزاف تيقصدوا بزاف هاد المشعوذين هادو وهاد السحارة. يعني كاين اللي يعني بحال يعني بحال عندهم شي مصداقية أو لا. بغينا يعني الآراء ديال السي سعيد البوعناني في هاد المجال هذا، واش هاد يعني هاد الظاهرة هادي واش صحية ولا مضرة ولا، ويعني السي سعيد حتى هو غادي يحاول يعطينا آراء ديالو يعني، وباش غادي ينصح الناس أنهم يتجنبوا بحال هاد المسائل هادي. واش فهمتي السي سعيد؟ يعني غادي نحاول، انا غادي نحاول ان شاء الله باش تنورنا بزاف في هذا الموضوع هذا. بدايه بغيناك تعطينا واحد التعريف على هذه الظاهره السي سعيد في المغرب ان شاء الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، تحياتي للجميع. كما قال السي عبد العزيز، الموضوع ديال النصب والاحتيال بالمغرب عن طريق الشعوذه او عن طريق الرقيه الشرعيه، اللي ولا هذا الشيء مخلط بأن لا رجال الدين استغلوا مسائل ديال الرقية من أجل الفلوس، من أجل المادة، وكذلك أهل الشعوذة. هنا الناس خصها تفيق شوية، تخدم الذكاء ديالها شوية، بأن هاد الناس هادو كانوا على يقين تستغلوا الضعف النفوس البشرية. تنعرفوا حنا في مجتمع واحد، مشاكل وحدة، وضع واحد، أحوال وحدة، صراعات وحدة. هنا الناس تستغلوا هذه المسائل هذه كاملة. ملي تيمشي الإنسان عند مشعوذ يضرب ليه الفال مثلا، اش يدير الفال؟ شناهو الفال؟ تيعتمد الإنسان هذاك اللي يضرب لك الفال ما تيعطيكش شي حاجة من عنده، ولا تعطيك شي حاجه مرتبطه بالغيب، تعتمد على الفز. مول الفز تيقفز حيت لا يعلم الله البيلانتيات، انت تبدا تلوح، تبدا تنطق بداك الشيء اللي تدرك، وتعطي وتيقول لك اودي ها اللي عندك ها اللي عندك، وتصحابو وخصوصا النساء مساكن تيتاخو، بان تيقول لك تعتمدوا على الاثار ديال الملامح ديال الانسان والطريقة باش تيدوي، واش تيدوي بضعف أو تيدوي بروح معنوية، أو تيعبرك بأن المشعوذ ملي تتمشي عندو كيف تدخل عندو تيعبرك، وتعتمد على الآثار اللي دخلتي بيه. هنا تيبدا يعطيك تيقولك أنت هاش عندك هاش عندك هاش عندك. وزيدها كاين بعض المشعوذين اللي تيخدمو هادشي ديال الجن الانزال وسميتو، اللي بان عن طريق الجن تتكلم مع القارين ديالك، تعطيه الاسرار ديال الحياه ديالك كلها، ونفس الوقت يهمس الجن في اذن الساحر، وتيبدي يقول لك هذاك الشيء اللي عندك، وما دام انا الساحر عاد عاود لي انا هذاك الشيء اللي عندي، يعطيني شي حاجه اللي ما عنديش. ما لا يعاود لي داك الشيء اللي عندي، علاش؟ اشنو ما فائدته بالمشيه ديالي عند انا الساحر عند المشعوذ؟ الناس خصها تفيق شويه، بدنا الناس تحاول تعتمد تعالج نفسها بنفسها، ومن عرف نفسه عرف ربه. الانسان يتعرف على النفسيه ديالو، وتعرف على نقاط الضعف ديالو، وتكون عنده دراية على الأحوال ديال النفسية ديالو الوجدانية والظاهرية والباطنية، راه غادي يستطع يعالج نفسه بنفسه ويكون إنسان طبيعي. كذلك صحاب الرقية، الرقية هما يعتمدون على الكلام، علم الكلام. تيجي تيقول لك أنت عندك علامات هذه خصك رقية كذا باش يجبد الفلوس. ما هي الرقية؟ هي شرعية تيديرها أي إنسان على راسه، ما تحتاجش يمشي عند واحد يدير ليه رقية، هادشي ما تحتاجش.
الإنسان واش مؤمن؟ يؤمن بالله، تيصلي، تيخاف الله، اللي قسم الله في ما تيسر من القرآن، تقرأ الماء ولا كذا، تيرقي به نفسه تكون بخير، وتتزيدك ثقة في النفس. إنما الإصلاح النفوس البشرية، الإنسان اللي بغى يتعالج هو يعتمد على استقامة الحياة، يكون صادق مع نفسه. هنا ما يكونش عرضة الإنسان النصابة يبدأ ينصبوا فيه، تنعرفوا كل ينصب على شكلته، ينصب بطريقته.